خلاص حلو، وصلوا معايا يا باشا. طلع العربية. يلا العربية دي. يلا بسرعة، يلا بسرعة شوية. طلع دي كمان يا عماد. عماد العربية اللي وراه. حاضر يا فندم. طلع دي، طلع دي، طلع دي. اطلع يلا اخلص. يلا. اقف! عشان اقف! ما بتقفش ليه؟ ايه يا حضرة بالظبط؟ بتوقفنا ليه؟ انت مش عارف انا مين؟ واضح ان حضرتك مش واخد بالك مني. انا ابقى النائب زايد صلاح الدين، عضو مجلس الشورى. غني عن التعريف يا فندم، عارف حضرتك كويس قوي. ده انا حتى مبسوط جدا بالكلام اللي حضرتك قلته عن محدود الدخل في الجلسه اللي كانت مذاعه على الهوا دي، وعارف كمان ضيف حضرتك مستر جون هيوز حتى بالاماره معايا امر بالقبض عليه. هو حضرتك مصدق الاتهامات الساذجه بتاعه الوتيل ده؟ ده كلام فاضي يا حضره الظابط، ما يستاهلش اللي بيحصل ده كله. وبعدين ده ضيف اجنبي ومعايا وجاي في زياره لمصر، ما يحصلش كده ابدا. والله مساله ان ده كلام ساذج فده مشكوك فيه. مفيش كلام ساذج في جريمة قتل. وات؟ جريمة قتل؟ إذا أنت تتحدث العربية بطلاقة. ممتاز. هذا معناه أننا لن نحتاج إلى المترجم، أليس كذلك؟ شلون تقبض علي بدون إذن السفارة حقتنا؟ This is illegal. I am American. You know what that means? لا، ما إحنا بلغنا السفارة بتاعت حضرتك. ودلوقتي لما حضرتك هتشرفنا كده تركب معانا البوكس اللطيف ده ونمشي كلنا مع بعض سيدا سيدا لحد النيابة. هناك بقى هتلاقي السفارة بتاعت حضرتك مجهزة لك المحامين وكل ما هو مطلوب. ولا بقى تحب حضرتك انك تروح في عربية السيد النائب ونطلع كلنا بقى على النيابة وهناك نشوف علاقة السيد النائب بحضرته وبحضرتك علاقتك بالجريمة؟ ايه رأي حضرتك؟ انا ما عنديش اي فكرة عن موضوع اتهامه في جريمة قتل ده. مع الف سلامة يا سيادة النائب. فضل فتحي. اوكي كنت طلبت شاي بس تأخر كثير. الظاهر ان عندكم مشاكل في السيرفيس في مصر حتى في البوليس. لا والله.